اكيد في تعديات، واحنا بنختار مجالس المدن لانه تعرف الجهه التنفيذيه لازاله التعديات بيبقى مجلس المدينه مع الجهات الامنيه، فبيحصل تعديات فورا احنا بنختار بيها، وبالتالي التنفيذ بيتم عن طريق مجالس المدن والجهات الامنيه بوجود ممثلين من الاداره الزراعيه في كل اداره، وبنحاول ان احنا نحد من التعدي على الاراضي الزراعيه. اعتقد انه يعني نسبه تكاد تكون 40%، 40% من المساحات اللي فيها تعديات. احنا بس كل ما بيحصل تعدي على مساحات بنخطر الجهات الامنيه فورا، وبنخطر مجالس المدن ان هم يبداوا يتحركوا. مجرد ما بيجي لنا البلاغ ان في تعدي احنا بنتدخل فورا وبنبلغ الجهات، وده بيصدر بها قرار وبيصدر بها قرار اساسا من السيد الوزير انه اي تعدي على زراعيه ده بيتم ازالته فورا. الحقيقه ان احنا حاليا السيد المحافظ يعني وافق على دعم المزارعين او المربين في محافظه مجروع. العامين الماضيين المحافظه ساهمت في انشاء ابر نشر لتجميع المياه، كان اجماليها في العامين الماضيين 460 بير نشر. الحقيقه السنه دي كمان بنستهدف عمل عدد اخر هيتحدد ان شاء الله طبقا للدراسه اللي هتتعمل، هنشوف كم حاله هيستفيد منها. وانا اتوقع انه قبل نهايه العام المالي ده اللي هو قبل شهر 6 اللي جاي ممكن يكونوا من 60 ل 70 مستفيد بهذا الدعم. ده مهم جدا، بيوفر للمواطنين يعني كميه المياه اللي ممكن يستقبلوها ان شاء الله مع بدايه موسم الامطار القادم. كمان عندنا تنسيق حاليا مع الصندوق الاجتماعي ان احنا الصندوق يدخل لاول مره في محافظه مطروح لعمل ابار لتجميع الميه. الحقيقه ان احنا حصل بينه وبينه بروتوكول بالاتفاق اولا، وبعدين بدانا نعمل معاينات لبعض الاسر لشد فقرا، وفور الانتهاء من اعمال اللجنه دي هتعرض الاسماء المرشحه اللي تعمل لها ابار على السيد المحافظ، وفور التصديق هيبدا الصندوق ينفذ عند المواطنين، وبالتالي دول حاجات يعني كويسه جدا هتتعمل على ارض الواقع الفتره الجايه، وممكن من الحاجات اللي بيهتموا بيها. وكل لقاء بيحضره السيد المحافظ في مستوى المدن الغربيه دي اللي هي سكنه مطروح او براني او النجيله او السلوم، دايما بيكون المطالبات لسياده المحافظ احنا محتاجين انشاء ابار لتجميع الميه. الابار دي بتتعمل بنسبه 80% على نفقه المحافظه، وبنخلي كمان المواطن عشان يشعر بقيمه هذا الامر ان هو بيحاول يساهم بما يتراوح بين 15 ل 20% من تكلفه الانشاء، وبالتالي بنشعره ان هو مساهم في هذا العمل. لو احنا تعاملنا مع كل الموضوع، حتى المشروعات الدوليه بتعمل كده، يعني اي مشروع بيجي بيخلي المواطن يساهم، سواء كان هو يساهم في مشاركة بنفسه أو بأولاده في التنفيذ، وده بيبقى شيء كويس جدا لأنه في الآخر بيستفيد الحصول على البير أو وجود أولاده وبنفسه في التنفيذ، أو أنه هو بيساهم مساهمة مالية في جزء من المبلغ الخاص بالتنفيذ. ده كل ده موجود في كل المشاريع، لأنه لازم المواطن يكون ليه مساهمة حتى عشان يشعر بقيمة العمل اللي بتعمل. الاتحاد الأوروبي للتعاون المشترك عامل 4 مشاريع. المشروع الأول هو لتأهيل 50 كيلو في الوديان على مستوى قطاع من السلوم حتى فوكا بتمويل 2 مليون يورو، ده بينفذه مركز بحوث الصحراء. المشروع الثاني هو تنمية الثروة الحيوانية، ده بتكلفة 444 ألف يورو، وده هيستهدف تحسين الأغنام البرئي والماعز الدمشقي. المشروع الثالث هو صيانة الأبار القديمة وبعض الأبار الرومانية، دول 366 بير هيتعمل لهم إعادة صيانة، و24 بير نشو وإنشاء جديد، دي بتكلفة 666 ألف يورو بينفذه الأكساد. المشروع الثالث هو تحسين الممارسات الزراعية، وده لسه حاليا متوسقش، ده بيعمله الاتحاد الأوروبي المشترك وفوض التعاون الإيطالي في أنه ينفذ. التعاون الإيطالي نفذ مع هذه الجهات، وزارة الزراعة هي الممثل للحكومة المصرية فيه كشريك للاستفادة من هذه الأنشطة وكمان لمتابعة هذه المشروعات.